أعزائي العرب والناطقين باللغة العربية في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم. أخوكم مصطفى يحييكم من أرض البرازيل ويقدم لكم برنامج رحلة البحث عن الله، عالم وعلوم الأرواح للعالم الفرنسي ألان كارداك. أهلا بكم. النهاردة هنكمل في كتاب الدكتور مايكل نيوتن الذاكرة الأزلية، وهندخل في الفصل الثاني، وعنده حالات كتيرة هيشرحها، وإحنا ندرس النهاردة معاه الحالة الأولى. أوكي، تتكلم عن الموت والحزن والمواساة، الرفض والقبول، وكيف يشعر المتوفي تجاه الحزن العميق من قبل أحبائه. ودي خبرة طبعا ممتازة. الدكتور مايكل نيوتن الحلو اللي فيه إن هو راجل كان لا يصدق حتى في وجود الأديان، وجود عالم الأرواح، وجود الروح، فهو من خارج الصندوق، من خارج كل الديانات المعروفة لدينا على كوكب الأرض. ودي ميزة مش عيب يعني، لأنه بيجعله يبحث بطريقة علمية، بطريقة استقصائية، ما بيصدقش أي كلام بيجي، ويبتدي يراجع المعلومات اللي المريض بتاعه بيقوله وهكذا، وبيعمل ايه المقارنات والحاجات دي بطريقة علمية. كارداك ايضا في معظم الابحاث بتاعته كان بيبحث فيها بطريقة علمية جدا جدا، بخارج كل الاديان، خارج كل الصناديق، وبيجيب المعلومات دي من عالم الارواح، الى ان مشاكل في الكنيسة والكده، فابتدت عملية المسيحية وتظهر فيما بعد يعني. لكن هو في الأول كان فقط احنا عايزين معلومات فقط عامة جنرال، بدون الاعتماد على دين معين. فهو كان بالنسبة له الدراسة الروحانية لازم تنبع من العلم والفلسفة، وبعدين جت حكاية الدين دي في الآخر. ولذلك تلاقي حتى الإيمان، الناس اللي بتؤمن بالمسيحية وهم روحانيين بيؤمنوا من مختلف خالص، حكاية المخلص ومات على الصليب من أجلنا والدم والحاجات دي كلها، لا نؤمن بالكلام ده يعني. احنا مش مشكلة، ممكن هو اتصلب على الصليب اوكي، لكن من الناس اللي كانت موجودة ناس فظيعة، وكانوا بيخافوا طبعا، خافوا على الدين بتاعهم اليهود جدا جدا، وكان ده بالنسبة لهم حاجة ممكن تهددهم يعني، فقتلوه، واخد بالك؟ لكن مش هو جاي عشان يتقتل مثلا، أو ربنا أرسل ابنه الوحيد عشان يضحي من أجل آدم. طب وهو فين آدم أساسا؟ يعني احنا عارفين ان طريقة الخلق هي بطريقة التطور المادي والروحاني زي ما شرحتها انا عشرات المرات. اوكي، فاللي حببني في مايكل نيوتن ان هو خارج الصندوق، حتى من خارج صندوق كارداك، خارج الصندوق الروحانية. والذكاء بتاع مايكل نيوتن اللي يجعله فريد في الموضوع ده، آسف انا لازم ادي المقدمة دي عشان الناس تفهم يعني. ومايكل نيوتن في اطباء كتير قبليه عملوا عملية الريجريشن، اللي عملية الارتداد دي بالطفولة وهكذا، وابتدوا يكتشفوا الحيوانات السابقة. لكن مايكل نيوتن قال لك طيب، لو الإنسان بيتذكر حياته السابقة، إذا إن هو مات، وإذا هو مات هو راح في مكان ما، فهل ممكن يتذكر لحظة الموت بتاعته وما حدث بعد الموت؟ ويتنقل راح فين؟ هو ده اللي فرقه عن الاخرين. الاخرين مثلا بيقعدك ويخليك تتذكر حياتك السابقه وينتهى الموضوع، او بالكتير خالص تقول له ان انت مت ازاي علشان يشفيك من فوبيا معينه. لكن مايكل نيوتن راح اعلى من ذلك. لو فعلا هذا الشخص توفى ورجع، شوف هو لا يؤمن، ولكن لو الشخص ده توفى ورجع، إذا لازم يتذكر ساعة موته، ولازم يتذكر إيه اللي حصل بعد الموت لأنه عايش. إيه اللي مين اللي كان بيزعل عليه؟ أساميهم إيه؟ إيه اللي حصل؟ إيه فضل على الأرض مدة قد إيه؟ رحل مع مين؟ عمل إيه؟ قابل إيه؟ فبيبتدى إيه قصة من الأمراض، وأخرج لنا الإيه؟ الأوبرا، العمل الجميل اللي هو
وصلهولنا دلوقتي، اوكي؟ فنقرا المقدمه وبعدين نذهب الى الحاله الاولى، اوكي؟ الفصل الثاني الموت والحزن والمواساه، الرفض والقبول. الاستمرار بعد فقدان احبائنا هو واحده من التجارب الاصعب في حياتنا. من المعروف ان عمليه الحزن تمر بالصدمه الاوليه، يليها التعامل مع الرفض والغضب والاكتئاب للتوصل اخيرا الى نوع من القبول. دي المراحل. طبعا خبره ان حد يفقد حد عزيز عليه، خاصه فقد الابناء، دي خبره رهيبه جدا جدا، وفي ناس كتير ما تبقاش عايزه تعيش بعديها، خاصه فقد الابناء. يعني ممكن فقد الزوج، فقد الزوجه، الام والاب، بتكون اسهل من فقد الابناء، اوكي؟ كل واحده من مراحل الاضطراب العاطفي هذه تختلف عن الاخرى من حيث شدتها وطول مدتها التي تتراوح بين اشهر وعده سنوات. في ناس بتفضل في حاله حزن واكتئاب لسنوات، ما بتقدرش تشفى من الموضوع ده. إن فقدان شخص عزيز علينا كانت تربطنا به صلة عميقة يمكن أن يضعنا في حالة من اليأس، وكأننا في قعر حفرة لا مفر منها، إذ إننا نعتبر الموت حدا نهائيا. ليه يعمل حاجة؟ لأن المفاهيم الدينية اللي خلتنا نخاف من الموت وخايفين حتى من رحمة ربنا، دايما نطلب الرحمة، يا رب ارحمه يا رب، زي ما يكون ايه يرحم واحد وما يرحمش الآخر، واخد بالك؟ الفكرة الإيمانية دي هي اللي بتخلينا عندنا الهلع والخوف من الموت والحاجات دي. لكن تخيل المنظر لو احنا عندنا تكنولوجيا بحيث ان احنا نشوف المتوفي وهو بيخرج وبيرحل وبيدينا سلام سلام والحاجات دي، وبنقدر نتصل بيه صوت وصورة كده، أقل كتير جدا زي ما يكون واحد سافر في بلد أخرى. في المجتمع الغربي يشكل الإيمان بنهاية الموت عقبة إمام الشفاء، إمام الشفاء الناس دي من الحزن دي. فثقافتنا ديناميكية، حيث إمكانية خسارتنا للذات ليست بواردة على الإطلاق. أما ديناميات الموت في أسرة محبة فتشبه مسرحية ناجحة مرت بحالة من الفوضى بسبب فقدان أحد نجومها، حيث يختبر الممثلون الباقون بلبلة إزاء الحالة التي الحاجة إلى تغيير النص. فالتعامل مع هذا الفراغ في القصة بسبب خسارة الراحل إنما يؤثر على الأدوار المستقبلية للممثلين الباقيين. من هنا التباين، لأن الأرواح عندما تكون في عالم الروح تستعد لحياة جديدة، تضحك من مشاركاتها في التدريبات استعدادا لمسرحيتها المقبلة على الأرض. إنها تعلم أن أدوارها كلها مؤقتة. في ثقافتنا نحن لا نستعد للموت بطريقة صحيحة أثناء الحياة، لأنه أمر لا يمكننا إصلاحه أو تغييره. يبدأ خوفنا من الموت بإزعاجنا كلما تقدمنا في السن، فالموت يترصد بنا في الظل. بغض النظر عن معتقداتنا حيال ما يحدث بعده، في مناقشتي عن الحياة بعد الموت ضمن جولات المحاضرات فوجئت عندما علمت أن الكثيرين ممن يملكون معتقدات دينية تقليدية هم الأكثر تخوفا من الموت. الناس اللي عندها الإيمان، مسلم، المسيحي، اليهودي، هم الناس اللي خايفين من الموت، هم أكثر ناس خايفة من الموت. بالنسبة إلى معظمنا يأتي الخوف من المجهول. في الواقع يبقى الموت لغزا بالنسبة إلينا، إلا إذا عشنا تجربة الاقتراب من الموت أو خدنا عملية ارتداد الحياة الماضية حيث نتذكر ما كان الموت عليه في الحياة السابقة. طبعا
الناس اللي بتمر بخبرات الاقتراب من الموت بيرجعوا مش خايفين من الموت، مر بيه عارف هو ايه، في حياة بعد الموت بتأكد منها. والناس ايضا اللي بتعمل الايه الارتداد زي ما بيحصل مع الدكتور مايكل. عندما يكون علينا ان نواجه الموت ان كشخص معني او كمراقب، زي ما نكون شخص معني او مراقب، بإمكان تلك التجربة أن تكون مؤلمة وحزينة ومخيفة. لا يريد الأشخاص المتمتعون بصحة جيدة الكلام عن الموت، ولا حتى على الذين يعانون من أمراض خطرة. ثقافتنا تنتظر الموت باشمئزاز، بخوف، برعب. شهد القرن العشرون الكثير من التغيرات في المواقف العامة من الحياة بعد الموت. في خلال العقود الأولى من القرن حمل معظم الناس آراء تقليدية بأنهم لديهم حياة واحدة ليعيشوها. في الثلث الأخير من القرن العشرين قدر عدد الذين يؤمنون بالتقمص في الولايات المتحدة ب40%. تخيل بقى 40% من الناس في الولايات المتحدة بيؤمنوا بعملية التقمص، إن احنا بنعود من جديد. هذا التغير أو تغيير في الموقف جعل القبول بالموت أسهل قليلا لأولئك الذين أصبحوا أكثر روحانية وابتعدوا عن الإيمان بالنسيان بعد الموت. واخد بالك ليه؟ لأن التقاليد الدينية بتديلك بقى الفكرة إنك هتروح هتنام هتوجد في برزخ، روحك وجسدك ممكن يتعذب في القبر، أو حسب الدين، يعني حسب الدين اليهودي بيقول طريقة، المسيحي بيقول أخرى، بيؤمنوا بالحياة بعد الموت في بعض الحالات وهكذا، لكن بيبقى في رعب من الموت، خوف، وفي ناس عندها هلع، بيروحوا للأطباء، بيدخل المستشفى وخايف خايف خايف مرعوب من الموت، مع إنه هيجي. أنا في إنسانة عايشة معانا هنا عندها النهارده 78 سنة تترعب من الموت، مهما بكلمها انا ايه دي وكده، لكن ما فيش فايده، هي تقول لك اعوذ بالله موت لا وكده، يعني خايفه من الموت جدا جدا جدا، مع ان هي كاثوليكيه وبتؤمن ويسوع ومش عارف ايه، لكن لما تقول موت مش عايزه تموت. مايكل نيوتن بيكمل بقى: من اهم مزايا عملي في عالم الروح هو أن أعرف من وجهة نظر الأرواح الراحلة ماذا يعني أن يموت الشخص، وكيف تقوم الأرواح بمحاولة التواصل مع الأشخاص في هذه الحياة ومواساتهم. يعني المتوفي من وجهة نظره بقى إزاي بيحصل، إيه الموت بالنسبة له، إيه اللي هو شعر بيه، وإزاي بيقدر يعمل كونتاكت، بيعمل اتصال مع الناس اللي بيحبوه هنا على الأرض، بيحاول إيه إن هو يواسيهم يعني. أريد أن أؤكد في هذا الفصل إن ما تشعرون به في أعماقكم بعد خسارة أحد ما ليس مجرد أمان، فالأحباء في الحقيقة لا يرحلون، تمعنوا أيضا فيما قلت في الفصل السابق عن ازدواجية الروح. فاكر لما هو قال حتى لو واحد والدته توفت ورجعت لعالم الأرواح وتقمصت قبل ما هو يموت، لما يرجع عالم الأرواح هيلاقيها، لأن احنا عمرنا ما غادرنا عالم الأرواح، بنقدر نقابل ايه الناس اللي بتعود من الأرض في الشكل اللي هم بيتذكرون عليه. لحظة التقمص يبقى جزء من الطاقة في عالم الروح. عندما يعود المحبوب إلى الديار سوف تكونون بانتظاره بالفعل مع هذا الجزء من الطاقة. تبقى هذه الطاقة محفوظة لحين اتحادها مع الروح العائدة. من أهم الاكتشافات التي نتجت عن بحوثي كان معرفتي بأن شركاء الروح لا يفارقون بعضهم بعضا في الحقيقة على الإطلاق. الناس اللي هم عندهم المحبة، الاتصال بين أهلك، خاصة أنت بتحبهم وبيحبوك وأولادك وكذا، ما بتفرقوش بعض، دايما بتجتمعوا
ما بين الحيوات يعني، وبتنزلوا مع بعض في مسرحيات جديدة زي ما هو بيقول. واحنا انا بتفق مع الكلام ده ومؤمن بيه، لانه زي كارداك جابه من ال 170 سنة اللي فاتت. ستعرض الأقسام التالية بعض الأساليب التي تستخدمها الأرواح للتواصل مع محبيها. قد تبدأ هذه التقنيات مباشرة بعد الموت الجسدي، ويمكن أن تكون في غاية القوة. ومع ذلك فإن الروح المغادرة تكون طواقة للسير قدما في طريقها إلى الديار، إن كثافة الأرض تستنزف طاقتها. عند الموت تنطلق الروح فجأة وتتحرر، ولكن إذا دعت الحاجة فباستطاعة الأرواح التواصل معنا بانتظام من عالم الأرواح. أوكي؟ فبنشوف الشخص لما بيجي يغادر الجسد بيبقى فرحان، بيبقى عايز ينضم يرجع لدياره والعودة، التحرر، التخلص من الأمراض، التخلص من الأوجاع، التخلص من الألم، التخلص من مشاكل الأرض. كل ده بيخليه عايز يجري. المشكلة اللي بيكبله أحيانا، وهنشوف اللي جاي ده، اللي هم أحبائه، فساعات بيضطر يرجع عشان إيه يساعد. لكن لو عليه هو بيجري يعني إلى الأمام بدون ما ينظر إلى الخلف. من شأن التأمل الروحي والاستبصار الهادئين أن يحقق تقبلا أكبر للأرواح الراحلة، وأن يضيفها يمكن حس الإدراك، أو يطفي، آسف أنا اللي غلط. نقرأ تاني. من شأن التأمل الروحي والاستبصار الهادئين أن يحقق تقبلا أكبر للأرواح الراحلة، وأن يطفي حسن الإدراك العميق على وعيكم. لا ضرورة للتواصل الكلامي مع العالم الآخر، فمجرد إزالة حواجز الشك بالذات وفتح الفكر لاحتمال وجود شخص تحبونه سيسهمان في عملية الشفاء من الحزن. أنا توفت أخت ليا في شهر أغسطس السنة اللي فاتت، وأختي التوأم ليها موجودة، وكتير جدا حست بيها موجودة معاها في الشقة، شمت ريحة البرفان بتاعها، حست إنها موجودة، حست بيها، حلمت بيها كتير جدا، شبه شافتها في وقت من الأوقات، واخد بالك حواليها، لأنها كانت موجودة في المكان. ليه؟ بتحب أختها جدا جدا، ورجعت حاولت توصيها، وأنا طبعا وصيتها جدا جدا، وشرحت لها خطوات الموت وكده. الأخت اللي هي اللي لسه موجودة متجسدة يعني، وطبعا في صلواتي صليت كتير لأختي الراحلة دي، وربنا كرامها يعني بقت تمام يعني. التقنيات العلاجية للأرواح. الحالة الأولى التي أبدأ بها، ده كلام مايكل نيوتن، أوكي؟ الحالة الأولى التي أبدأ بها هي لروح متقدمة تدعى تامانو، وهو في طور التدرب ليصبح مرشدا للطلاب. يبقى روح مرتفع، روح قوية اسمه تامانو، وهو بيتدرب عشان يبقى مرشد. قال لي: لقد مررت بعملية الموت والتقمص على الأرض لآلاف السنين ولآلاف المرات أيضا، أو على الأقل المئات المرات، ولم أتمكن إلا في القرون القليلة الماضية من تعلم كيفية تغيير نمط الأفكار السلبية وتهدئة الناس. تبدأ هذه الحالة عند نقطة محددة من جلستنا، عندما كان تامانو يصف اللحظات التي تلت موته المفاجئ بعد حياته السابقة. شوف ذكاء مايكل نيوتن أجاره حاليا، وإن هو خد الشخص لحد ما تذكر حياته السابقة. طيب انت شفت وانت اتطورت وابتدى يتذكر، خدت الاف الحيوانات وهكذا. طب خلينا نتذكر بقى مع بعض
آخر مرة أنت مت فين؟ حسيت بإيه؟ كنت فين؟ مين اللي كان حواليك؟ شعروا بإيه؟ الاستقصاء ده جاب الحالات دي حالة رقم واحد، لكن في حالات كتير عشان أنت برضو تعمل المقارنة. النهاردة هنقرأ فقط رقم واحد، أوكي؟ الحالة الأولى، المريض ساعة بقى إيه بعد مغادرته الجسد لما مات يعني. المريض: زوجتي لا تشعر بوجودي، لا أستطيع التواصل معها البتة الآن. الدكتور نيوتن: ما هي المشكلة؟ المريض: حزن عميق بشكل لا يقاوم. إن أليسي هي اسم زوجته يعني، إن أليسي حالة صدمة بسبب قتلي، وهي مخدرة تماما بحيث لا تشعر بطاقتي. احنا فهمنا من الموضوع زوجته اسمها أليس أو أليسي زي ما احنا بنقول بالبرتغالي، هو اتقتل، تم قتله يعني بسرعة، وهي بقت في حالة صدمة شديدة جدا وتحت تأثير مخدر يعني. دكتور نيوتن: هل تحصل هذه المشكلة دائما بعد كل من حيواتك السابقة، أم المشكلة مع أليسي في حاجة؟ هل العملية دي بتحصل في كل الموتات اللي أنت متها قبل كده، ولا فقط مع أليسي اللي هي الزوجة الحالية؟ المريض: مباشرة بعد الموت يكون الأحباء بحالة من الاضطراب الكبير أو مخدرين تماما، وفي كلتا الحالتين قد يتوقف فكرهم. مهمتي هي أن أحاول تحقيق التوازن بين الفكر والجسد. في ناس بتجيلهم صدمة، يبقوا مساهمين، يبقى مش عارف هو ميت ولا عايش، ولا بيفقد الفكر تماما، صدمة. في ناس بتجيلها صدمات لا بيبكي ولا مش عايز يفكر إن في حد مات، رافض كل شيء، فتلاقيه خلاص عمل بلوك، وبالتالي بيمنع اتصال الروح بيه، الروح ما بتقدرش، ما بتلاقوش. وفي ناس بتقع تحت المخدر، يعني بياخد مخدر عشان يقدر، مش قادر يواجه الموت. دكتور نيوتن: أين هي روحك في هذه اللحظة؟ في هذه اللحظة اللي أنت خرجت فيها من الجزء. المريض: على سقف غرفة النوم، يعني هو كان موجود في سقف الغرفة زي خبرات الاقتراب من الموت كده. دكتور نيوتن: ماذا تريد من أليسي أن تفعل؟ أنت عايز إيه من أليسي؟ من زوجتك؟ المريض: التوقف عن البكاء وتركيز أفكارها. شوف هو دي خايف على مراته، خايف من زعلها، خايف ليها تموت زيه، عايزها بس تتوقف عن البكاء وتركز افكارها وتهدى. هي لا تؤمن باني ما زلت حيا، هي لا تؤمن ما زلت. ولذلك معظم الناس يعني غير متاكد ان الناس احياء، بس هم احياء 1000% وبيعود اهو في حياه قادمه وهكذا. احنا لا نموت، نفارق الجسد. فالمريض بيقول اللي هو عايزه من أليس اللي هي زوجته: التوقف عن البكاء وتركيز أفكارها. هي لا تؤمن بإني ما زلت حيا، ولذلك فإن أنماط طاقتها كلها متشابكة في كتلة مروعة. ابتدى يشوف كروح بقى، ابتدى يشوف طاقة الإنسان، ويشوف الطاقات بتاعتها متشابكة في كتلة مروعة. إنه أمر محبط، أنا هنا بجانبها ولكنها لا تدرك ذلك، أنا هنا بجانبها وهي لا تدرك ذلك. دكتور نيوتن: هل ستستسلم الآن وتنتقل إلى عالم الروح لأن فكرها منغلق؟ المريض: ستكون هذه الطريقة سهلة بالنسبة إلي، ولكن ليس بالنسبة إليها. أنا أهتم بأمرها كثيرا ولن أستسلم الآن، لن أرحل قبل أن تشعر بوجود شخص في الغرفة معها. هذه هي خطوتي الأولى، ومن بعدها سأتمكن من القيام بأكثر من ذلك. يشوف
لو الست دي استسلمت وماتت هيبقى الامر سهل بالنسبه له، ممكن يتعامل روح مع روح ويقدروا يشوفوا بعض وهكذا، لكن مش بالنسبه لها. فهو اهم حاجه عايز يحافظ على حياتها، عايز يهديها، عايز يخليها تشعر ان هو ما زال موجود في الغرفه، وبعديها اقدر اعمل اشياء اخرى. شوف دكتور نيوتن، كم من الوقت مضى على موتك؟ المريض 4 أيام، انتهت الجنازة، وعندئذ قررت الاستقرار وأحاول مواساة أليسي. فاضل جنبها، مش قادر يغادر، مش قادر يروح. شو فاضل جنبها، في ناس بتقعد جنبها الأرواح والمدة الطويلة، ليه مش قادر، يخايف عليهم. خلي ليه لو روحت تبقى حاول يا ريت تطلع من الحزن ده. الدكتور نيوتن بيسأله، أفترض إن مرشدك الخاص بانتظارك لكي يرافقك إلى الديار، أليس كذلك؟ المرشد بتاعك أنا أعتقد إن هو منتظرك عشان تذهب معاه. المريض يضحك، لقد أعلمت مرشدي إيان أن عليها انتظارك. المرشدة بتاعته اسمها إيان، وقال لها إيه، استني شوية، وكان ذلك غير ضروري لأنها تعلم ذلك كله، فهي من علمتني. يعني هو طبعا هي مستنية عشان يذهب معاها، وهو بيضحك ليه، بيقول قبل ما نتكلم وأقول لها يا ريت تنتظريني شوية لأني خايف عليها وكده وزوجته وكده، فهي عارفة، فهو بيضحك من ده لأن هي العلمات دي بالأرواح بتقرأ أفكار بعض وبسهولة يعني. فنيوتن بيعلق بقى، تعرض هذه الحالة شكوى مشتركة أسمعها من أرواح غادرت لتوها. عدد كبير من هذه الأرواح لا يكون ماهرا أو مصمما بقدر ما هو تنام عليه. التنام ده اللي هو الشخص، يعني مش كله بنفس درجته، هو راجل راقي ومتنور وكده، مختلف عن الأرواح العادية. ومع هذا فإن معظم الأرواح التي تكون تواقة للمغادرة إلى عالم الأرواح لن تترك الطبقة الأثيرية للأرض إلا بعد القيام بخطوة معينة من أجل تهدئة الأحباب الحزينين الذين يهتمون بهم. يعني عملية الحزن والكآبة الكبيرة جدا دي بتخلي بتعرقل مسيرة الروح، بتخليه يفضل موجود جنبك، خليه يفضل يحاول يخليك ترجع لحالتك الطبيعية، ومش عايز يغادر، مش عايز يغادر، يقعد جنبك وبيتعبك على فكرة، حتى بتمرض من طاقة الأرواح دي. الناس بتمرض، يعني هو خايف وهو غلط، وانت حزين وانت غلط في نفس الوقت. لقد لخصت سرد هذا المريض حول كيفية مساعدته أليسي للتعافي من حزنها بهدف التركيز على التأثيرات المهدئة التي تتركها أنماط طاقة الروح على الطاقة البشرية المعطلة. دكتور نيوتن، تمام، سأكون شاكرا لك إذا أطلعتني على التقنيات التي استعملتها من أجل مساعدة زوجتك أليسي على التخلص من حزنها. هل يا مستر تمانو ده، هل أنت ممكن يعني تدينا الفكرة، إيه الطرق اللي أنت استخدمتها علشان تخلص زوجتك من الحزن ده؟ المريض، حسنا، بدأت بإخبارها بأنها لم تخسرني بالفعل. يأخذ نفسا عميقا، بدأت بإرسال سيل من الطاقة من طاقتي كمظلة من خاصرة أليسي إلى أعلى رأسها. ابتدى يرسل لها إيه، طاقة، الطاقة دي مريحة من الوسط بتاعها إلى الأعلى. دكتور نيوتن، لو كنت أنا روحا تقف إلى جانبك فكيف سيبدو هذا المشهد؟ لو أنا بقى شايف اللي قدامي اللي أنت بتعمله ده، كيف سيبدأ؟ فالمريض بقى بيبتسم سحابة من حلوى غزل البنات.
يعني الطاقة دي زي ما تكون سحابة من حلوى غزل البنات، كلنا نعرفها طبعا، غزل البنات باين أو غزل البنات. دكتور نيوتن، وما الذي تفعله؟ المريض: إنها تعطي أليسي غطاء من الدفء الفكري المهدئ. لابد من أن أخبرك بإني لست خبيرا بهذه التغطية، ولكني وضعت سحابة من الطاقة الواقية فوق أليسي منذ موتي وعلى مدى الأيام الثلاث الماضية لأجعلها أكثر استجابة. أول حاجة هو بيرسل الطاقة دي عشان يخلي الإنسان أكثر استجابة. آسف الصفحة دي مش واضحة لكن هنقراها. دكتور نيوتن: حسنا فهمت، لقد سبق أن بدأت بعملك مع أليسي، ماذا تفعل الآن؟ يا تنامو، ماذا تفعل الآن؟ المريض: أبدأ بتصفية بعض النواحي المعينة من ذاتي عبر سحابة الطاقة التي تلفها إلى أن أشعر بالنقطة الأقل انسدادا. توقف، أجدها من الجهة اليسرى مع من رأسها خلف أذنها. تاخد بالك؟ بيبتدي يراقب الطاقة دي، والطاقة دي بتروح فين وبتيجي في أنهي مكان. دكتور نيوتن: هل هذه النقطة أي مغزى؟ يعني اشمعنى جت ورا ودنها يعني؟ المريض: كانت أليسي تحب أن أقبل أذنيها، كانت بتحب يقبل لها أذنيها. ذكريات نقاط المداعبة لها معنى. عندما أرى الفتحة من الجهة اليسرى من رأسها أحول طاقتي إلى شعاع صلب وأوجه إلى ذلك المكان. الدكتور نيوتن: هل تشعر زوجتك بذلك في الحال؟ هل زوجتك بتشعر بالطاقة دي؟ المريض: تدرك أليسي في البداية لمسة رقيقة، ولكن هذا الإدراك يكون مشتتا بفعل الحزن، ثم أزيد من قوة شعاعي مرسلا لها أفكارا من الحب. دكتور نيوتن: هل ترى أن هذا فعال اللي أنت بتعمله ده ليه نتيجة يعني؟ المريض بسعادة: نعم، ألتقط منها أنماط جديدة من الطاقة التي لم تعد داكنة، هناك تحولات في عواطفها، تتوقف عن البكاء، تنظر من حولها، تشعر به، تبتسم، لقد حصلت على انتباهها الآن. نشوف من كل الطاقة اللي بتيجي حواليها، زي ما بقول لك ان اختي شعرت باختها التوأم، خد بالك، اللي توفت، بقت حواليها، بقت جنبها، لدرجه ان هي بطلت البكاء وجات لها حاله من السعاده، ابتدت تبتسم لدرجه قالت لها انت موجوده. شوف دكتور نيوتن: هل انهيت؟ المريض: ستكون على ما يرام، حان وقت رحيلي، ساراقبها، ولكني أعلم أنها ستتخطى هذه المرحلة. هذا جيد لأني سأكون مشغولا لفترة من الزمن. دكتور نيوتن: هل هذا يعني أنك لن تتواصل مع أليسي مجددا؟ المريض منزعج: طبعا لا، سأبقى على تواصل معها كلما احتاجت إلي، هي حبي. الخلاصة بقى، الدكتور بيقول إيه: تكون الروح العادية أقل مهارة بكثير من أصغر مرشد للطلاب. سأناقش هذه العوامل بإسهاب في الفصل الرابع تحت قسم إعادة تأهيل الطاقة. ومع ذلك إن معظم الأرواح التي عملت معها تؤدي عملا أفضل في عالم الروح منه في الجسد المادي، فعادة ما تختار العمل في مناطق مركزة باستعمالها تأثير الشعاع الذي وصفه تامانو. قد تكون انبعاثات الطاقة المليئة بالمحبة قوية جدا بالنسبة إلى الأشخاص الذين عانوا من صدمة جسدية وعاطفية، وإن صدرت من روح غير متمرسة. تشمل الممارسات الشرقية لليوجا والتأمل استخدام نقاط الشاكرا الجسدية، الشاكرات الجسدية، بطرق تشبه تلك التي تلجأ إليها الأرواح لتقسيم الجسم البشري بواسطة الطاقة الشافية. فالناس الذين يمارسون فن الشفاء
بواسطة الشاكرا يقولون إنه بما إننا نملك إلى جانب الجسد المادي جسدا أثيريا، يجب أن تأخذ عملية الشفاء في الاعتبار هذين العنصرين معا. يشمل عمل الشاكرا الإفراج عن طاقتنا العاطفية والروحية من خلال نقاط مختلفة من الجسم، من العمود الفقري والقلب والحنجرة والجبهة وإلى ما هنالك حتى الشاكرا التاجية اللي في أعلى الرأس، إلى أن ينفتح الجسم ويتناغم. بعد كده هيصل بقى إلى الحالة رقم 2 اللي هي طرق تواصل الأرواح مع الأحياء، دي هنشوفها بقى في الحلقة القادمة. خسارة الإنسان يعني لشخص حبيب عليه طبعا دي شيء صعب جدا جدا، لكن الحزن المغالى فيه والناس بتقعد سنوات وهي بتفكر ساعات بتسجن الروح معاها، لان تخيل الروح بيحبك جدا، الابن بيحب امه او الام بتحب ابنها جدا، فبتبتدي بتتسجن، من مش شايفه الابن مرتاح او الابن مش شايف الام مرتاحه، فبيفضل قاعد جنبها عاوز يواسيها، بما ان هو هيشرح بعد كده والدكتور نيوتن مش كل الارواح عندها النظام اللي عند الحالة الأولى دي، إن هو يقدر يرسل طاقة يخفف عنها يواسيها يحاول اللمسات مش عارف علشان تقدر تشعر بيه وتقدر تطمن، أو يقدر يزورها في المنام والحاجات دي كلها. فممكن الطاقات بتاعتهم دي، طاقات الأرواح، ممكن بدل ما تعمل شيء جميل زي ما حصل مع زوجته أليسي دي، ممكن تعمل بشكل سلبي، يعني تسبب أمراض، تسبب اكتئاب، تسبب مشاكل صحية، واخد بالك؟ فإحنا المفروض نتعلم من الموضوع ده ببساطة جدا، إن إحنا نتقبل الموت بصدر رحب، دي مشيئة ربنا كلنا لها، كلنا نذهب إلى عالم الأرواح، ده ديارنا الحقيقية. فإحنا المفروض لو احنا فعلا فاهمين الموت من نحتفل باللي بيرحل، بدل ما بنبكي عليه ونحزن عليه نحتفل ونقول له تمام يا بطل واطمن علينا واتكل على الله والحاجات دي، علشان تساعد له يعني تفتح له طريقه ان هو يرتاح يعني، والا مش هيبقى مرتاح. خد بالك كل ما هتحزن كل ما هيبقى مشغول عليك ويبقى غير مرتاح يعني. الدراسات دي مهمة جدا لأن بتساعدنا نفهم اللغز الموت دوت وما نخافش منه وما نرتعبش منه، ده شيء عادي جدا جدا زي الأكل والشرب والجنس والحاجات دي، عادي يعني. فكلنا بنمر بعملية الانفصال عن جسد واتصال بجسد جديد، انفصال عن جسد، ذهاب لعالم الأرواح، رجوع من عالم الأرواح، وكل مرة بنعمل مسرحية جديدة. أوكي، فيا ريت ان احنا ما نخافش من الموت ابدا، واللي فقد ناس اكيد في نوع من الحزن، لكن اهم شيء الصلاه والدعاء لهم كده، وخلينا واثقين في ربنا من رحماته، نقعد يا رب ارحم فلان، يا رب يا رب عشان خاطر ارحمه، يعني هو ربنا بيرحم الجميع اوتوماتيك يعني، ان ليه؟ لان هو رحمه محبة الكاملة يعني. تتأكد لو أنت فقدت حد عندك سواء ابن أو أخ أو أخت أو أب أو أم أو جد أو كده، كلهم في رحمة الخالق. شوف الجمال بقى، طب كان دينه أخطأ كذا ما أخطأش كذا، كل ده ما يهمش يعني، بيحتضن الجميع في حالة رجوعهم بغض النظر بقى ايه اللي انت عملته وايه اللي ما عملتوش، ده عمل كذا ده بتاع في مراحل، هيمر بمراحل بسيطه من الانزعاج لو هو مثلا عمل اشياء مؤسفه او تسبب لك، لكن دي كل ده مؤقت وهيتنقص ويبقى زي الفل. فربنا بيرحم الجميع، ما تخافش يعني، خلي عندك
الثقة دي في قلبك ان انت واثق في الخالق عز وجل. فربنا يرحم، ربنا بيرحم تحكات من دي، مش بيرحم بباقي فقط يعني محبة محبة، انه عارف القصة، عارف ان انت هتغلط، عارف انك هتعود، عارف ان انت هتندم، عارف ان انت هتحاول تصلح غلطك، عارف ان انت هتتقدم، عارف كل الكلام ده، عارف مسيرة الانسان عشان يصل الى التقدم هيمر بالدرجات دي، هيقع، هيتكسر ركبته، هتتعور، هيقوم وهكذا، عارف زي ما انت عارف. واولادك انت شخص كبير وابنك اتولد النهارده، هو مش عارف حاجه، واخد بالك، بينسى كل شيء، هو مش عارف حاجه، مش عارف هو ليه، طب مين هيديله اكل، طب مين، هو مش عارف حاجه، لكن انت عارف، انت عارف انه هيتربى وانه هيكبر، وكمان سنه هيبتدي يمشي وهيبتدي يتكلم وهيبتدي يروح المدرسه وهيتعور وهيقع وهيعمل، هيرسب في المدرسه، هيذاكر، هينجح، هيروح، انت بتبقى عارف كل ايه رحله حياته دي. وربنا بقى عارف رحله حياتنا الابديه، كل ده هو عارفه، مش ده غلط، طب اديله نار، ده ايه اديله جنه، مش كده يعني. اوكي، شكرا جزيلا للقاء في حلقه قادمه يوم الاثنين، معانا لقاء مهم جدا جدا. أنا عملت اللقاء ده مع الأستاذ أيمن ومع الأستاذ عمر، شفت لهم لقاء في الجمعية المصرية وما خافوا يعرضوا المحتوى على مصر، يعني لأنه بيتكلم على حتى أنواع المخدرات وطريقة خطورتها والوقاية منها والحاجات دي كلها، وفي أنواع من الأعشاب والحاجات دي اللي بتوصلك للعالم الأرواح، بتديلك نوع من خبرة الاقتراب من الموت، بتبتدي تشوف عالم الأرواح بنفسك يعني، وترجع متأكد وتشوف حياتك السابقة وتشوف حيات كتير جدا. فهنشوف الكلام معاهم يوم الاثنين. أنا عملت معاهم لقاء أيضا وسجلته، لكن هم برضه قالوا لي لا ما تعرضوش ما تعرضوش لأن احنا ما كناش مستعدين. بصراحة أنا سجلت اللقاء معهم بدون ما أقول لهم إن أنا بسجل، لأن كانت نواياي عايزهم يتكلموا على طبيعتهم يعني. فبعد ما نعرض الحلقة دي أنا هستأذنهم وخليني أعرض الحلقة اللي على نياتها دي، الحلقة اللي على طبيعتها يعني، إن هم كانوا بيتكلموا معايا على طبيعتهم، حتى ابتدوا يغنوا أغاني روحانية، كانت حاجة جميلة جدا جدا. الاثنين ناس ممتازين جدا جدا، موجودين في الولايات المتحدة، واحد منهم بيشتغل في هيئة البريد في الولايات المتحدة، وهو من اسكندرية، من مصر يعني، من اسكندرية، والتاني اتولد في لبنان لكن أبوه ذهب للولايات المتحدة وهو طفل يعني، فهو بيتكلم عربي لكن مش زينا كده يعني، ساعات بتلاقيه يروح قلبها انجليزي يعني، فاحنا نحاول نهديه ونحاول نترجم الكلام اللي هو بيقوله، عنده خبرات كبيره جدا جدا، وهنسمع احنا اشياء عمرنا ما سمعنا عنها، او معظمنا عمر ما سمع عنها يعني. فيبقى لقاء ممتاز، يا ريتكم تحضروا معانا اللقاء، لانه هيبقى لايف يعني. شكرا شكرا، والى اللقاء، سلام سلام.